السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا للكونفيجريشن. في الكونفيجريشن كل الأشياء اللي يعني أحتاج أغيرها أنه أنزل الأسفل أسفل 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 آخر شيء. أوكي، نعمل هذا الكود حتى ينزل آخر شيء. أوكي، إحنا هسه بمكان الأخير. زين، في المكان الأخير هذا مفروض ما موجود. أوكي، هذا آخر شيء أنت تصل إلى. بالمكان الأخير أنت كل اللي تحتاجها أنه أنت تعمل، لاحظ هنا أنت عامل لك شيء بسيط مثل example، مثال. لاحظ الفارز المنقطة كذلك تعتبر comment. أوكي، الفارز المنقطة أيضا تعتبر comment. فأنت ممكن تأخذ هذا المثال وتعمل وتطبقها على هذا المثال. كيف؟ احنا عملنا الفولدر اسمه share، صح؟ إذا نكتب عليها share، هذا أول شيء. share ممكن تكتب فيها comment، يعني مثلا comment comment. الcomment هذا مثلا تكتب بيها public folder just comment، ما راح يأثر عليك. الباث حيكون في الهوم، احنا عملنا folder اسمه share، صح؟ هل هو writable؟ راح نكتب نعم writable، writable. okay، يساوي yes. زين، هل هذا للguest؟ لانه هنا نلاحظ فينا نستخدم، اذا كنا نريد نعملها للجست فينا نستخدم هذا الكوماند. نعم، هي للجست والجست اونلي. يس، بعد ذلك كرييت مود. الكرييت مود حتكون 0777، كذلك دايركتوري مود 0777. اوكي، هاي بتعطي له فول صلاحيه. شير مودز، يس شير مودز، اي بمعنى انه اي واحد من الشخص من العامه من الناس ممكن يوصل لها. بلا حال يكون عندي شير كامل ما بيها اي مشاكل. زين، نعمل كنترول اكس، يس انتر. يبقى علينا شو؟ يبقى علينا انه احنا نعمل له شيرت فولدر، احنا نعملها تيست. كيف نعمل تيست؟ سودو تيست بارم. طبعا حتسألني كيف انت عرف التيست بارم، حجاوب عليك. تيست بارم انا طلعته من الكونفيجريشن. لاحظ هنا انا في الكونفيجريشن، وين انت؟ هي في مكان ما هنا. لاحظ يقول لك نوت run test param command after modify this file to check for basic syntax error. في حالة اذا انت تشك انه انت عندك او تريد تتاكد انه ما عندك مشكله، اذا انت قم بتنفيذ التست param حتى تتاكد انه ما عندك اي مشاكل. control x، ارجع هنا اكتب sudo right click paste test param enter. اوكي، لاحظ هنا أنا انه ما عندي مشكله بال loading service file. اوكي، ما في عندي مشكله. ممكن اضغط على انتر، حيستعرض لي كل الاشياء اللي انا قمت بكتابتها، مثل الكات باللينكس اللي هو يستعرض لك داخل الملف. اذا بعد ما عملت التست بارم يبقى انتقل للخطوه الاخرى. الخطوه الاخرى هي انه اعمل سودو سيرفيس اس ام بي ستارت، بما انه everything fine. او ممكن استخدم اني system ctl start، هذا كمان اقدر استخدمه. اوكي، ف this is هذا الخطوه الاخرى. يبقى علينا شيء اخر، احنا لا ننسى لو رجعنا للكونفيجريشن، حنلاحظ انه في تحذير بالنسبه للسكيورتي انهانسد لينكس بالنسبه للسامبا، بمعنى انه سامبا ما ممكن تفعيلها اذا انت ما عملت مجموعه اشياء، منها انه انت تعمل سيت بوليان للسامبا انيبلد هوم دايركتوري. هذا الباث لازم يكون مفعل. هذا تستخدمه كنترول اكس، تكتب سودو، تعمل رايت كليك بيست. هنا انا حيعمل سيت بوليان لل permanent للسامبا enabled home directory حتى يتفعل عندك السامبا home directory. تعمل enter، تنتظر شوي حياخذ وقت. اوكي done. خلونا نتاكد SE status
permissive. اوكي زين set en force 1. اوكي sudo set en in force 1. ممتاز. خلونا نشوف c status. اوكي enforcing. ما عندك اي مشكله واحنا قمنا بتفعيل هذا اصلا. جميل جدا. يبقى علينا شو؟ يبقى علينا لا ننسى الفاير وول، لان الفاير وول ممكن ايضا يزعجنا. اذا هنا طبعا سيستم سي تي ال ستاتس للفاير وول دي دوت سيرفيس ان اكتف ديد ميت. إذا لازم مفروض إحنا نشغلها. إذا هذا بدل status حكتب هنا أنا start، يمكن لسبب ما أنا قمت بإطفائها بس هو لازم يكون مشغل. أوكي access denied. لو نجي هنا أنا نعيدها لكن نكتب هنا sudo. أوكي خلينا نرجع عمرت لك status active. ممتاز جدا. خلينا نشوف التايم 6 دقائق اكتف. يبقى علينا انه احنا نعمل رول. هذا القانون القاعدة تقول انه انت يا فاير وول اسمح بالسامبا انه تشتغل. سامبا هي خدمة سيرفس صح. اذا حنكتب sudo firewall minus cmd ناقص ناقص zone equal public ناقص ناقص add ناقص سيرفيس. حتسأل كيف أنا أحفظ هذه الأشياء من كثرة الممارسة. لا تتعلم الكوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست. اكتب أنت بيدك حتحفظها أوتوماتيكيا. أوكي أنا وعدك أنه أنت لو كتبتها يدويا كل شيء يدويا مستحيل تنساها، لكن إذا كل شيء كوبي بيست لا حتنسى. حنعملها permanent success. يبقى لنا أنه إحنا نعمل system ctl restart firewall d dot service. ما كتبنا الباسورد. authentication complete. وممكن تتأكد أكثر أنه تعمل هنا sudo. جميل جدا. خلونا نعمل تيست، أو قبل التيست خلونا نوقف هنا نكمل الدرس القادم. مع السلامة.